اصبر نسيت الروابط حقي ثبت شيء ريم سليمان كذا نبدا. السلام عليكم صباح الخير 12/10/2024 نبدا البث لهذا اليوم. عليكم السلام جميع المسلمين اهلا وسهلا الله يحييهم. ارتح حتى في واحد شفته فوق عليكم السلام كل سلام كلكم. في واحد قال لي عليكم السلام مع السلام مجهول تعال وين صبح سبت وش مشغلك ولا تذاكر الله يعينك على ضياع المستقبل اللي قاعد تسويه في حق نفسك. عليكم السلام جميعا اهلا وسهلا الله يحييهم. ناخذ راحه سايلنت ليا لان طاح بالفخ. انا ادري انك تذاكر بس ابغاك تعترف عشان لما شق حلقك 8 ساعات وتروح تشوف مصلحتك يكون عندي عذر. ايوه من باقي عنده مذاكره بس بناخذ ونعطي في موضوع الاختبارات بحكم ان اليوم ما عندنا سالفه ودي اخذ واعطي معكم. عليكم السلام جميعا اهلا وسهلا يلا حي اكل حريه بعد تم. من اللي طعنك وليه وش كانت اسبابه عشان اشوف انت طعنت ظلم ولا لا. انا بعد كم تقيم نسبه صعوبه الاختبار اللي عليك ومتى هو اصلا. بسم الله ويلا حيهم يا اهلا وسهلا. عموما اي احد عنده اختبار شقوا حلقه جلدي جلدي على طول كل شيء لمستقبلهم. سلمت عليه سلمت عليه شيء تستاهل تستاهل. عليكم السلام عبد الله عندك اختبار ولا خلاص انت مشيب معنا جاني شغل بث وانا تابع مقطع ذكر الفضاء السنوي. لا اله الا الله وموقيت لك انا عشان تجي بس انصحك ارجع كمل مقطع انا في البث بتشوف اليوم دور العفن جيت اثبت وجهك ابد هناك خذ راحتك اثبت اللي تبغى عادي عندك اقتصاد احصائي ولا لا ده سهل ما يحتاج نطعنك عليه بس وش حقه هذا اقتصاد احصائي وش تسوي يعني وش تقول وش الاسئله وكيف تجاوب. وبسم الله على بركة الله معنا اليوم لعبة الغاز. طبعا اختلفنا أنا وعسيري على سعر الفول كاستم حقه بما أني يعني وعدتكم البث الجاي حق سالنتيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وعدتكم البث الجاي حق سالنتيل بيكون لازم بالفول كاستم عشان أكون عند وعدي لازم نصل لصيغة تفاهم أنا وياه. مجرد ما نصل للصيغة إن شاء الله ونتفق على سعر معين أبى أكمل لكم اللعبة. الموضوع في يده ما له علاقة. عليكم السلام ياسر الله يحييك. الموضوع في يده فإن شاء الله نكون توصلنا للصيغة قبل البث الجاي يعني يكون بكرة إن شاء الله نكمل اللعبة. كمل مقطع جاء متحمس سنتين. لا اليوم ما في سنتين كمل مقطع بعدها شوف مقطع ثاني ولا كمل نومك بث الجاي تكمل خبر هذه ليه أكيد كلكم خابرينها يعني ما في لعبة قلت بكملها إلا كملتها. فتطمن تطمن يا سيد أمبر ما عليك بس مجرد ما نصل للصيغة بإذن الله. إيش الاختلافات هذه طبيعية يعني تعرف الموضوع عرض وطلب هو من حقه يتكسب وأنا من حقي كصانع محتوى أني أقلل التكاليف اللي أصنع لكم فيها المحتوى بس بإذن الله أنه بيلين رأسه إن شاء الله وبث الجاي البث الجاي عند الموضوع عليك. بسم الله بيجي تنزيل جرافيكس على أعلى مستوى أنزل من كذا بكات الدنيا شيل 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 كل شيء كل شيء لو كل شيء لو بعدين أبلاي بنجربه قبل جيم. وش تريفيا هذه وش تسوي حق شات مش خرب الحماس وش المقطع الثاني تنصح فيه نفس الأول ارجع شوفها من البداية لأنه يصير فيه تفاصيل ورسائل مبطنة أنا أرسلها ترى ما تنتبه لها من المقطع يبيك تشوفها مرتين. ها؟ وش الغاز التافه السهلة ذي بعدين ليش ما في صوت في اللعبة ولا نجال دم الصوت. اصبر اصبر يا لغز اصبر يا لغز لا خليك معي بسم الله بين خلوا الميوزك زي ما هي هذا حتى 50 بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الاقتراحات بالدس بعد البث اجي خلنا نشيك. $70 وش $70 السكن يا ابوي انا اسوي لك سكن تعال اعطني اياها 70 طيب سيري ليه
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شو يبغى الحين؟ رايت كليك جري تايل وتقلت زي كذا. طيب وبعدين دراج ايش التفاهة هذه؟ في شيء يسوى ولا نقفل؟ لازم ارسم زي اللي اصبر دقيقة عشان نكون على بين. اصبر ما اصبر يا اللي اشترك دقيقة كذا يعني. عليكم السلام. اي والله عليكم السلام. فيه جون من بني غازي. وعليكم السلام عبد الله وشكرا مجود على الاشتراك. يلا حياهم. لعبة ابسود حقت الكذب ممتازة. وش حقت الكذب بعد؟ والمحتوى قبل الصور ما عليك ما. نلقى محتوى ما نشيل هم. انا بشلك اعماق تويتش قفل من ذاك الزود تونا. قال الله كنت صغير يا ولد كبرنا. شوف لا تقول كبرنا، قل نضجنا، لان الكبر هو عبارة عن نضج. فانظر الموضوع من جانبه الايجابي. وش قصدك؟ مجهز لعبة ثانية؟ أنا مجهز لعبة ثانية بس ما أنا مشغلها لأني أنا مبسوط الحين هنا. الغاز وبكش يقول أوصل السوداء والبيضاء سهلة. طيب حلناها كلها صح؟ فروض يعني جانا حل الكوكب خلص. إيرث بار وش اللعبة ذي؟ أذكرها بسم الله. في علامة لازم ارجع هناك. اطل وين رسبني؟ طيب كويس. بعدين هذا اللي علمني انا سحب على ابوه وماشي. يلا توكل على الله نلحق. شو نسوي؟ خلصت اللي هنا، راح اللي بعده. الحين شوف الثاني طلع قدام. لعبت اللعبة قبل؟ لا. كانت الكذب بالله فنانة شكلها. أماس. أي ما يقصد ما أدري. قال في ذكريات ما أدري أي واحد. باقي أسبوعين على عبد الكبير. حماس. لا أطيق الانتظار. لازم نص السوداء مع بعض والبيضة مع بعض. وهذه البيضة مسكرة ما تقدر تحولها. أوكي فهمت اللغز الحين. وصلنا السوداء بس في بيضة كذا. أوكي تابع في الزومبي أطار الزومبي بتلعب كود الجديد من أول يوم. من أول يوم يا رجل أنا صاير أحلم بالزومبي نوم من كثر الحماس من كثر ما أنا أنتظر. متى ينزل عبد الكبير تقول لي؟ أسبوعين بإذن الله داي ون. ها لازم. طيب ما لازم ما تسوي بابيض واسود. اوكي فهمت. نهاية اكتوبر كويس ما بقى شيء. هانت الحمد لله. ضروري لازم منها صناعة محتوى ومنها استعادة ذكريات. يا زومبي عبد الكبير والباص ايام صراحة. اصبر لازم تلنكها مع بعض تسوي كذا بعدين كذا. ايه ايه الشعار مو بعلون. طيب انك هذه وهذه اصبر ذو وش يبغى ما لازم تعبيها بس الوقت ما تسوي مربع. اصبر صح ابيض اسود اسود. فنانة. اشتري في نيوزيلندا عشان ما تفضل 8 ساعات. انا مشتري مسوي لها بري اوردر بالهونغ كونغي عشان العبها قبل الناس.
عليكم السلام. عليكم السلام، اهلا وسهلا، يلا حيهم. ذا ويتنس اختها ريحانو يقول اللعبه حلوه، وانا اثق ريحانو. اي ورني، خلنا نتعلم. أظن نفس ما فهمت أن بالشعار تدور أخوه اللي زابن وتلصقهم ببعض، يعني هذا شعار مفتاحين. طيب ده مفتاحين كذا، يعني خرب بيت التفاهة وأنا قاعد أدور ذا من اليوم. طيب أصبر، ها جريد دبل جمب، خلي لك، ما أبغى أوخر. تاب لازم إجباري. طيب أخذ يا تطويرات، مفاجأة صراحة. طيب بص، يعني تسوي كذا وكذا. طيب المثلث هذا دور أخوه. ها في المثلث فيه الدائرة ذي، اصبر شكلك أنت معين. اتوقع انه نفس نظام ويتنس اللي الغاز عشوائيه، يعني تجي هنا فعلا يبغى 5 للكات، هذا واحد. تجي هنا بكل منطقه فيها لغز يختلف عن الثاني، هذا وش يبغى؟ طيب نوصل الابيض بالابيض. شلون اوصل ابيض؟ اصبروا، اللي عليها حدودها صفرة هذه ما تتغير من اسود لابيض او العكس. دقيقه شلون اسوي ريستارت؟ عليكم السلام خبندر، عليكم السلام هروين بعد، اهلا وسهلا، يلا حيهم، صباح النور. تعال تعال خبندر، تعال 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 يا سيد خبندر. شوف لا تتوقع انك اذا اشتركت وانا ما ابث، يعني اني ما اسالك وكيف كان اشتراكك وش احسن شهر. لا انا مجهز لك السؤال، احتريك تجي بس. وش احسن شهر من الشهور اللي شفته عندي؟ ها وش يبغى؟ عليكم السلام، صباح النور، يا اهلا وسهلا. صح انا ما سالت مجهود 43 شهر، وش احسن شهر مجهود من ال 43؟ وليه؟ فند لي الاسباب. شلون؟ نكت أول دارك سيلز، لازم تتصل بهذه، أوكي لازم تتصل بهذه، تمام سويناها. هنا البيضة، البيضة ما تتصل بالبيضة، بس البيضة اتصلت، بس السودة ما تتصل. يبغى لها لا تتصل يا حيوان، بس اصبر لازم البيضة متصلة ببعض والسودة متصلة ببعض، بس ان السود اذا وصلتها بعض بتفصل الطريق عن البيض، فانت توصلها من الاطراف. ياه ياه ازاي عملتها يا برو؟ تقول لي 5 ريليكيات. انا الطوارئ ما تاخذ راينا، لا لازم اعطي افضليه للمشترك، الافضليه اني اساله مش احسن شهر، بس بعدين خلاص ما عاد عنده افضليه لين خلص الشهر. عليكم السلام سايلنت. شوف دام انك اشتركت وانا اجيب الطاري عشان مفاجاه واكون غير متوقع، ما انا بشارك يا حر، بس شكرا. وعليكم السلام سكازوكي بعد، مقطع تقييم افضل شهور لقناتك. ممل بيصير لان كل الشهور رهيبه. وعليكم السلام يا حر، شكرا جزيلا، يلا حي. وش ذكنا ويتنس؟ فعلا هي تشبه ويتنس، فكيت حمست أكملها. أنا هذه اللعبة شغلتها من زمان في بث، ولكن إذا ما خانتني الذاكرة أنه ما كان في سكيب الأرض اللي بالبداية كذا 10 ثواني وقفلتها على طول. لكني يوم لعبتها أوف ستريمين تجاوزت البداية، فقلت أوكي حان الوقت للبثاثات. طيب آخر حبة وينها؟ آخر حبة، آخر حبة هذه، لا هذه لا جين. وداخل الدائرة صح؟
شوف عندي احساس انه لازم تطيح وتحصلها تحت، يعني اذا بفكر كمطور، اذا بفكر كمطور هو حاطها في مكان غير قابل للتوقع، لازم تطيح من هنا. مرة شوف، شفت الكهف الزبنة ذيك؟ بسم الله، وين المكان؟ شو كان الاتجاه؟ كان صح؟ لا رايك، بس انا برا الدائره الحين، يعني هذه الغاز ثانيه، بنرجع لها نرجع لها نرجع لها. جاني فوق، بسم الله. رهان نفسي، دقيقه واحده واحصل الزعمود. كم وقت البث؟ 22 ثانيه. اوكي، يعني 18 22 ثانيه نخسر. وأعطاك دبل جمب وتجد المكان صح؟ فوق رأس الأسد. ياه، طيب بس الزعموط حقنا وينه؟ وكان لقيت مكان وكل شيء. اصبر، أحد شاف شيء؟ شجرة وشيء واحدة فوق؟ بالله، عندما لا يقرأ يصبح لا قيمة، لا يصبح كلا واجس في ظلمة الليل. صح، شو الهدف من اللعبة؟ زي باقي ألعابي، تختبر صبرك، لازم تقرأ رأيي وتطرحها على المتابعة وتناقشها. تم الصفرة، بالله هذه ولا الثانية؟ لا عموما خلص الوقت، ما لقينا الزعموط. خلنا نحلها. ها، ريد فاوند، يعني مو بلغز. طيب لا، دقوا على ريحان وينه، هو حافظ اللعبة. عليكم السلام يا تميم، رحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يلا حي تميم، تعال دور زي هذا، دور أمانة، بس أنا داخلها كرة زرقاء. الله لا يهينك، يعني إذا شفت يمين يسار كيف شيء. عرفت الحين يا أبو نملس؟ طيب ما في شيء هنا، نروح للغز ثاني نرجع له عشان السآمة. ما ودي أسأمكم، خلونا نشوف هذا وشوف. يقول طيب المفروض حلينا ذا. طيب حلينا، عشان كذا ما خليني أحرك هذا. وشو طيب؟ وش قال؟ throw all golden rings. يعني وش يبغى؟ زي كذا، تابع له. عليكم السلام. خلص النون. عليكم السلام. أهلا، عليكم السلام. أنا عارف بس شو شايف، وأنا بس أطلع، أنا قاعد أقيم على الذهبية بس، لكن في شيء غلط قاعد يصير. أصبر، نرجع له بعدين. أنا أصلا ما أدري هو لغز ولا كذا، بس شيء عبط. هذا وشو؟ اللي قبل شوي كنا عنده. هذه شروحات، كل ذا بروح لمكان ثاني. نظري كمر من داخل حلقات الذهبية بس ما قناني. دقيقة، ذا وش يبغى؟
لازم كلها تطالعني صح؟ ما تشوفون الحين؟ انت اللي ورا. طيب كذا انت يا ايوه خلك طيب خربيت القوة يا اتسألني ازاي عملتها. بسم الله اللي بعده جلدي. الجزيرة الثانية نخلص اللعبة اليوم. ها بالله ثواني عندي ايميل مهم واذا سكبت بعد البث انا عارف اني بنسى. لازم ارد. سولف وقولوا نكت اكذبوا اي شيء لين اخلص. قلت بوظيفة جات مع فريق. شوف كمية التناقضات اللي كلها غلط طبعا. أنا مسبك حاجز للسفرة من بدري. أنا مو بالعادة أسويها بس يعني سويتها. يرسل لي واضح إنه انغدر كثير مسكين. عشان كذا قلت لازم أرد عليه لأن خفت أني أنسى و يعني بتصير مشاكل بعدين. فحلو أنك ترد من بدري وتريح رأسك عشان ما يجي بعدين يحاجك يقول لك لا ما رديت علينا وأنا أرسلت لك. خلاص ريح رأسك. بسم الله اللي شغل. لا انا معطله من عندي ما سمعت السالفه. غريبه شكلها معلق عندك. حدث الصفحه مجود السالفه ما فهمنا. حدثها ما كلكم حدثوا. اي احد يشتغل عنده صوت يحدث لان انا مقفله من عندي. واصلا قلت العسير يفعل عشان تاكد بس هو يشتغل ولا لا. ها اصبر شوف لونها كلها بعدين نتفاهم الشروط والأحكام. طيب هو ما يبغى ثلاثي مزدوج أبيض. لازم الأسود يكون ثلاثي. يعني أبيض يحق له يتربع على المكعب. أنا أقول نسحب عليه نشوف غيره. أتذكر مستوى الحمد لله أني حدا أعلمهم. أحس أني قاعد أكذب عليهم. بارك قاعدة ما تزين فهمك للسفر غلط. صدقي ما احتاج قاعدة ما انا عارف انه غلط. ولو بيدي لو القرار للحالي ما تسفر طول الحياة. بس احيانا تجي غراءات وضغوطات جهات خارجية اضطر اني اوافق غصب. ولا انا مدرك تماما ما في مكان في العالم زي غرفتي شيء استانس فيه. اصبر رجعنا للاشكال. ها
شيء جديد. هذا يطرد وش كنسة الغام؟ تبغى ايه؟ نفسه بس بمحاولات. طيب ليش هذا غلط؟ انت قلت لي لا تسوي مربع، انا ما سويت مربع. شلون غلط؟ اشرح لي. وقفني قال لي وكال صار مقطع بقاك اللي كل شيء تورين. انا من قاع. شكرا روبي على القفته، شكرا جزيلا. انا من نسوي خارج المملكه وانا مع هذا القرار. ما الفق مع علم وش فق متى اكون نواف؟ اسمعوا، اللعبة ما تنفع مع الشات، وقالها ناس شوي أذكى مع كل الاحترام والتقدير. يعني لا تأخذنا بشكل لحظة، عندي لعبة شات إيش ما جربها الحين؟ إذا جاي يوم جمعة مثلا مع أقرب جمعة نلعبها. جاب تشوف الشات هنا؟ لا ما يطلع لي. مع أقرب جمعة جرب لعبة قذرة لأن فيها تغيير شكل والوان، بس واضح أنها فيها عليها قذرة لدرجة أنك ما أدري شلون تلعب. Game find logo create logo. طيب أوكي، اللعبة ما يلعبها ولا واحد. اصبروا إي create logo بشوف عدد ال. عليكم السلام، صباح النور. خرائط لعبة شات، اصبر انتوا الخرائط عندنا تحفة جديدة. بوبليك ماب ماكس بلايرز 30، هذا شيء طيب. بوريكم معي 90 بس تجرب العاب شات ولا لعبتهم ولا واحده. هي احدى سببين، يعني اللعبه ما تستاهل، احيانا الشات ما يستاهل، ما لقيت التوافق لشيء لائق الشات. أنا ريدي، دخلني لحالي. لا ما أدري وش فكرتها الصدق. في واحد يا برين بلانت. يلا ريدي يا خوي، خلني بس بجرب اللعبة. إيموتات شيء، في رقص. لا ريدي يا خوي، لا ما تضرب، مو بالحين، بعدين. بعدين شلون ضربت أنت؟ مو بشلون ضربت انت، شلون لعبت اللعبة هذه؟ ما في احد. اصبر دفة احرق الوقت اليمين، ظهر وقت عشان يبدأ الراوند زي كراو. ايه نفس النوعية دي الظاهر. دخل واحد ثاني، هذا صديق المطور. 1-0 بدأ الجيم. ليتس جو. اذا عجبتني بحط لكم الرابط نلعبها بقرب بث، تكون بث باثوثي. أظنها مجانية ولازم تكون مجانية، يعني شفت راس الشخصية قبل شوي. أوكي كل واحد يرمي القنبلة على الثاني، تمام. أبغى زبنة، أنا ما أبغى ألعب، أبغى زبنة. صوت خطوات معي، بس ما شافني، ما شاف. هلا السلام عليكم، حتروح مني في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش ده؟ دخل من هنا. الله لا يوفقك يا غبي، أنا محشور في الغرفة ترجع لها ليه؟ متخلف أنت. اصبر الله، في ثالث معنا، ما ادري انت متذكر ولا لا، بس انت يوم دخلت كان في واحد سابقك، تذكره؟ راح ادوره. فجرات القم متخلف. شكل ذاك طلع، ما في الا انا وياه.
عموما انا راضي من الطور هذا خلاص. جمع باذن الله. خرب بيت القوة، اول جيم اول فوز. جلدي جلدي وزع وزع ازرق. طيب اونلاين ذي نعم ليف اسم اللعبة نكسس رامبل. بالله دوروها مشوار، احط لكم الرابط. عندهم ديسكورد وعندهم فعاليات، عندهم اعدادات، يعني متطورين شوي، تقدر تغير بالكنترول 240 هرتز، يعني مش دلك المطور تبغى اكثر من كذا. بسم الله صفح لا ستيم، اظنها فري زي ما قلت. بسم الله الان ننتقل للعبة اللي بعدها، ولكن بسم الله في تركة، مو تركة، في شيء بسوي. ليش النت عندي بطيء؟ تسوي كذا بعدين تسوي كذا، ثبتها هنا، وبعدين تروح ديسكورد عشان المتخاذلين اللي ما يحضرون الثلث الصباحية تبهون إنه في لعبة. ربيت القوة. هذه لعبة عبسود. اصبر شلون الحين اشغل لك بالبطيء، واذا صارت لعبة خايسة عبسود. Where trust is a gamble and deceit is the game. كلب تقول ما سيلا ما سيار بحد مليون. شايفها شفتها وسكبتها. تلعب سولو وتعرف البلوت، أنا أعرف كل شيء. بس شلون تلعب هي؟ Liar. تلعب نكسس احتمال الجمعة لما كان قبل. أفضل صوتك. لازم نلعبها مع عدد، ما ينفع سولو. بس البثاث الناس تدخل ببلاش كويس، اهم شيء انه واحد. عليكم السلام ميثم، عليكم السلام بروق، اهلا وسهلا. زي الروسيه بس والله. اعطيها فرصه، اعطيها فرصه، وبدورها يوتيوب وبشوف اذا هي كويسه ولا لا. اصبر في لعبه ثانيه الهيمان أكيد قذرة، أنا داري ألعاب الكئيبة أنا أعرفها. أصبر لا والله شكلها حلوة. دقيقة بالله. أنا حاطها وش لست، يقول لي نزلت بالسينو بيتا. بس بالله يا أيوة، تقول لي تصميمها زبالة، تختار نوع الأسئلة. بالله لا ما عجبتني. وسيلة بالإنجليزي بعد ما تنفع يعني، بس الحلو ربطتها بتويتش يعني، هذه ميزة. طيب بسم الله خلونا نقفل كل شيء ونرجع ندور اللعب اللي عندنا. لا برسلتها لهديمة أي واحدة. شوف أغلب الألعاب، وأغلب يمكن كل الألعاب اللي في السيرفر أنا شيك عليها يا بوقتها يا بعدها، بس إني أسكب كثير يعني، أغلبها أعطيها إجنور. يا عربي ظن أجل بغالي أجرب أحمل. هي لعبة توصيل بطة، تبغانا نوصل رسائل. لا كنسل هذه اللعب خلاص، لعبناها كثير. خلنا نلعب الموجود عندنا الحين ولاحقين على هذا. أهم شيء نجربنا نكسس رامبل، شفنا أوه لعبة حلوة، لعبة حلوة. تعالوا لعبة يبغالها مخ يعني. للأسف بضطر أني ألعبها لحالي، ما أتوقع يمديكم تشاركون معي. مع كل الاحترام والتقدير طبعا. وعليكم السلام. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا وميت مرحبا. يكمل ولا من البداية؟ تعالوا تفرج. بسم الله وعلى بركة الله. نيو جيم، نبدأ من أول لأني لعبتها شوي أنا عشان أحميكم من السآمة والملل. صرت ألعب الألعاب قبل البث عشان أضمن أنها كويسة.
إذا ضمنت أنها كويسة جيتكم وأنا جاهز. عليكم السلام كروز، رحمة الله وبركاته، يا يعني وسهلا. داوم سبت أنت عشان أشوف أعطاني كله. لا شفت كيف تغير المنظور لهذا السيد المطور، سمى اللعبة برسبكتيف عشان يشرح لك، يوصل لك رسالة ماهيتها، أن منظورك في اللعبة هو كل شيء. شفت شلون غير كذا، بعدين حرك عشان الأزرق، شفت كذا ما تقدر تمشي، طيح وارجع، اصبر لا ترجع، ارجع كذا، بعدين حط الأزرق يمين متصل بالأزرق اليسار، عرفت؟ بعدين تمشي كذا، بعدين لف الأزرق شلون، من هنا الأزرق على الأزرق يمشي هنا، كيف عرفت؟ بعدين تروح للميني جيم وتلعب. خبيت القوة الحين انت دخلتها بالشاشة حقت اللعب. وش رايك بالفكر الإبداعي اللي سواه السيد المطور؟ انكت السيد والله فنان صراحة، تعب عليها صدق، صداع زي ما قال مجود. عليكم السلام، صباح النور سيد معيوف، اهلا وسهلا. دي ايش تعتبر؟ هذه تعتبر 4D؟ لا هذه 5D، لان اجمع لك 2D و3D، ف لما تنصهر مع بعض تصير 5. طيب الحين شوف الازرق هذا كيف يكون موصل جا وراء، بحيث انك تجيب على الطاولة هذه. صار الموصل بعدين سوي كذا، بعدين كذا اللي على الطرف لا يطيح، بعدين توصله بالازرق فزلك. ريت شاي هليب، عليكم السلام، اسمي ميلان ورحمة الله وبركاته. شوف الأزرق اللي وراء هي متصل بالأزرق، كمل هنا جرب. هذه المنطقة أنا ما لعبتها، أنا وصلت الميني جيم قبل شوي وقفت. بسم الله شغل شغل. طيب شو أسوي الحين؟ الحين دخلنا في الميني جيم، لازم أوصل الأزرق بالأزرق هذاك عن طريق هذا. هذا تخلي تسوي كذا، بعدين من طريق الفوز. يا ساتر بمشي هذا هنا الفوز. اوكي شلون هنا برجعها ورا؟ اتوقع في شيء هنا اسوي شيء ازرق هنا. اوكي اوكي يا زعيم انتهى يا برو، بس ما طلعت وحدي. وشو هو اسم اللعبة؟ اسمها برسبكتيف. بغير اسم اللعبة صح. هي الهدبة. أتوقع أنها مو موجودة بتويتش. تويتش السافل ما يعرف اللعبة العظيمة هذه. خلاص مو بلازم. جيمز ديموز. طيب خلنا نوصل هذا اطد، بعدين نجيبه للفوز. لحظة شكل لازم اخذ بذا اللفة الطويلة. اصبر اصبر، لا شكرا الله، ارجع وراء. شلون اجيبه هنا؟ بالله من هنا لا، مستحيل اني بمشي هذا كله، شيء غلط. ايه
لا بمشي هذا كله غير منطقي. اصبر اصبر. ايوه يا زي مرتاح يا برو. مش بلوكت بس فزنا. صباح النور، اهلا وسهلا ميت مرحبا. هايدي باك باك ما ادري وش يمكن اذا تذكرت بعد البث نشوف. يبغالي رجع لي الايموت الله يشغله، مشكلتي حوس وغير واجد. طيب خلصنا من هذه. لا 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 مطور والله اني خلصت منها. اوكي عليكم السلام سيد منقول، صباح النور يا الله حي. تخيمك للنومة اللي نمتها لو فيها فكر فعلا، يعني ما تشبه الألعاب اللي نلعبها بالعادة وهذا الميزة. عليكم السلام يا المنصي، يلا حي. أخيرا لحقت على بث لك فوق شهر، ما صادفت بث لك. أود أقول أنك متخاذل، يعني أتوقع أنك فاهم ما وعارف وش السبب. أنا بث في أوقات يعني لا يمكن أصل أوقات يعني مناسبة أكثر منها. يا أصبر حجي حجي بابا، شلون نجيبه قدام ذا؟ شلون؟ إيه؟ أصبروا هذه صعبة شوي. الفوز هنا لازم هيك. هذا ما يكون متصل. طيب اصبر اصبر يرجع ورا، شوف له طريق من هناك. نفس الفكرة حجي في مراية. طيب هذه صعبة. ارجع طيب، إذا جيت أشوفها من هنا ازرق سد الباب. قربتها كذا. طيب صير سعي الملة. ها وين ورا الوليد من هنا. هذه الغرفة لها سر كده. هو ينزل سلو دينام يشرب شاي، وش يسوي؟ يكمل شرب. ما بدك تقلب الشاشة وقت تحت تتوقع. لا يمين يسار. وعليكم السلام صباح النور سامي. قبل مثبتينا فوق. حمل حمل بيجيك حرق من هنا. ياه بس انا بقى استفدت ايه؟ ايوه اصبر اقدر انط. شيء غيره لا يا مطور. لو جيت من هنا
خلي يسار آخر شيء. لا بعدين بلك في نطة. ليه ما حد قال لي؟ ليش أضغط قبل شوي ما كان ينط؟ يا بس إزنا اللي بعده يبغى لها 10 دقائق نطلع من هذه، وش رأيكم؟ عشان نكسر الرتابة 10 دقائق، وعشان أسمع المنبه يقدر؟ لا صوت، بحط لكم منبه تسمعه حتى لو أني مسوي ميوت. تايمر 10 دقائق. رجول رجول، يلا 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 جلدي. فتساتنا هي ابيليتي فكيتها أنا بعد ما خلصت المكان، ما كانت موجودة قبل. أطلع من الغرفة، تخيل أطلع من الغرفة وأنا ما حليت اللغز، عيب وشك جيب، ما قد صارت في لعبة. طيب اصبر خلنا ندخل المكان أول، نضغط إي بعدين ستارت. لازم نوصل للفوزية. اي والله ينط ويموت بعد. اها هذه الفوزية قريبة، بس وشلون توديه يسار بدون ما ثم يموت بالاحمر؟ فازاي عملتها يا برو؟ ازاي عملتها يا برو؟ ياه حليلي وانا حاط منبه. هذا الالف حقت مدري مين يا منصور، خذ. بسمعوا اللي بعدها 5 دقائق لان حسيت اني مره قوي بزياده، وهذه مشكلتي اني اصير ممل كثر ما انا قوي. هي اصلا بعدها اي في لا 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 بالغلط، والله انها بالغلط يا مطور، رجعني للهب الهبه. يلا يلا صوت عشان ادخل بعد ما يخلص، عشان ما يصير في دجالين كذا صوتون على خير بعد ما حلها. باوز. طيب 6 حلقة شو باوز؟ لا ابغى ريست. شلون؟ اه خلاص عرفت. يلا يلا بسم الله ستارت. لا اصبر، قلنا 5 دقائق صح؟ دقائق. يلا ستارت. الفوزية شلون؟ شلون؟ الحين ما لازم عشان اتحكم فيه عشان اها بس ما عرفت. ياه اصبر، لازم في خلفية هنا. شلون فوز هذا؟ اصبر ياه ما ينفع، ما لا تسوي لا تسوي خلاص. عبنا يا أخوي، عبنا من القوة الزايدة. منص خسر أم الألفين اللي توفاز فيها. لا اللي بعد، إذا جت أشياء صعبة بلعبكم. الحين روح وزو ذاك اللي ببلاش بريال. أنا مسوي العقاف. يلا يلا بسم الله. هذا وشو؟ دقيقة ايميل معلش.
صورته عشان اتذكر ارد عليه بعد. لازم تقرب عشان تصير سعي الملة. بعدين تبعد عشان تصير كبير. جورة. إذا عشان تصير نقطتك عالية. يخرب بيت الفن. ما في إلا قوة لعب الفيزيائية. الفيزيائية تشكي من القوة. لا شيك لي انك احمر. اصبر لا تشيك على شيء. نخفي الاحمر. ما أقدر ككاميرا أنط. لازم لاعب. لاعب يموت في الأحمر. ليتني الحين سويت 5 دقائق. سوي ذا. أيوة. يا لا من هنا. مو من هنا. كان مال أم شغل. انزل انزل انزل. شكرا يا فيصل عثمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي أنت أسطورة. جاوبت على السؤال قبل أسألك. بس وش أحسن شهر عندك؟ لأن إجابة الدبلوماسية هذه ما تمشي عندي. سبيني بصدقها. شلون؟ ايش رايكم 5 دقائق عشان اصنع حوافز لنفسي؟ اصبر. ابغى اشيل الاحمر من الحدود بس ما اقدر. انه بيطلع احمر ثاني. شلون استسلم واطلع؟ في طريقة ما. اصبر استخدم هذا انه يغطي الاحمر. الاحمر يصير ازرق. اصبر اصبر اصبر. رجعت بعدين نط. وش لي موتك؟ ايوه بعدين وقف. قرب مرة. بعد نفس اللي قاعد تسويه حجي كل شوي. بد خلي كبير عشان النطة تصير. كني فهمت. أنا فهمت المنطق بس التطبيق يعني هو المعضلة حتى الآن. لا ما ابغاك تجي من هنا. ابغى العكس بابا.
الله يهدها لك. ايوه اقدر. شوف دقيقة يا شكله بستسلم. لا كذا يموت. ارجع شوي قدم شوي شوي بس شوي. بس وقف خليك واقف. ها ايوه باك. اخبار علوم بس ما تقصد اللعبه ولا وش ولا تسولفون مع نفسكم وضع اللعبه المتخيل. هذه يبغى لها مخ يا موت في الغرفه شيء كذا. اللي على اليمين قصدك بس هي اتمنى تغير الان. الان شوي بنحاول فيفا. اصبر استاجل بس اللعبه قاعد تحمل عندي. طيب خلونا نكمل الطريق الحين. بسم الله. ايش فيك مستغرب يا منص؟ ناس اني استمع للاعبين. طلبها مني ثله من المتابعين. قلت لازم استمع لهم. سووا عريضه طلبات ماينكرافت شو اسمها فيفا قصدي. يمكن بعدها ماينكرافت اذا بتسوون عريضه توقعون عليها كلكم. يا جا شوي ورا. ما أشوفك أكيد بتصقع. بغيت تغطي الأحمر ما تقدر. لا سوى عريضة مطالبة بإغلاق اللعبة هذه. أبغى واحد بس يوقع عليها. هذي قد تغير لا لونك يعتمد على الحالة المكانية. أيوه أصبر 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 لا شخمط على العريضة حقتك. والله ما ادري انا وش قاعد اسوي. اتوكل على الله. تعرف تطيح رجال شهادة اللي سويتها ما ادري. وشقيت العريضة ولا الحين معكم بس لا تستجلون. Thank you.
تشبه لعبة وش قصدك العب العب جوال؟ ساتر واضح الحل واضح انا اشوفها قدام عيني بس انا ابغى اشرك الشات في ابغى شويه خليهم يحركون دبغتهم يصيرون اذكى بس ما في فايده وازل الجدار بالارض كذا قصدك صح؟ إلا عليكم السلام يلا حيال ها؟ يرد الليمة ونستلم العريض هذا هو اللي يوقع عليها ليش ما يمشي؟ جوارة جوارة كذا بعدين قصر لك مع صوت اللعبة أنا من بعد ستيم أيوة أصبر أصبر خرب بيت الوزن السواد يلغي ما بعده من اللون شو خلى سعيل ويدخل على هي كذا يد سعيل أوف سايد شلون طق شلون طق الو ايه وش ذا العريضة انا اوقع معكم اصبر طيب شوف من البداية واضح انها تشات جبت شوف طقرخ شو مسوي يقول حسنا هذه العريضة التي طلبتها مني واضحة وصريحة نحن محبي ومتابعي الشايب نود ان نطلب منك كل تقدير واحترام ان تقدم لنا تجربة جديدة ومميزة من خلال لعب ماينكرافت لا الصوت شوي مطور انا من ابداعك وروحك المرحة بالله طقرخ بيكتب كلام قذر زي كذا من أول سطر طيب حذفها كأن أنت اللي كاتب الكلام على الأقل إذا بتكتب كمل جميلك يكتب صح أيوة أعلم أن أبداك وروحك المرحة ستضيف بعدا جديدا ومثيرا للعبة نحن متحمسون لمشاهدة مغامراتك في هذا العالم الواسع نتوقع أن هذا المحتوى سيلاقي إعجابا كبيرا من جمهورك سيساهم في جذب متابعين جدد مش مشكلتي إلا سيساهم في جذب متابعين جدد أيوة نثق أنا محتاج أيوة مع خالص تقديرنا ودعمنا إلا شين 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 هاي يبغى إيميل لا ما أبغى وقعوا عموما الرابط عندكم وقعوا ورسلوها لي وبشوف عددكم كم حاول إن شاء الله نستجيب إذا شفنا العدد يكفي بإذن الله نستجيب لك بسم الله خلونا نرجع لعبتنا القذرة لعبتنا القذرة وينها؟ أنا ليه ما أقفل اللعبة أصلا؟ ليش أرجعكم لها؟ بعدين أنت مسوي ماينكرافت سووا خلنا نقفل هذه النيرز أوف دريمينغ ما أعرفها هذه الصدق عشر سنوات نطالب تبوء لا بس ان العشر سنوات هذيك ما فيها عريضة في فرق الان صار شغل احترافي محترم ومرتب في شيء رسمي قاعد يطالب لعبة فاقدر انا اوفرها لك بس جاني بدون عريضة تبغاني العب سلامات تبغان نلعب لعبة ها لا مب هذه انا شكلي حذفتها هذيك في شكلي حذفتها لعبة لعبت الديمو حقي وقلت تنفع بث بس اتوقع اني شوتها بالغلط عموما عندنا لعبة ثانية عادي بسم الله عطنا هذه ايش اللي ثباحه تعال انت خذ اكتب صباح البؤس هتجينا بشخصية ثانية ولا جربت خزاء اكتب لي صباح البؤس
جيب لي صباح البؤس والنكد وتمشي امورك. بسم الله. اصبروا عندي الموضوع. هذه تلعب صح ما في الا فيه. ايوه التعاز السرمدي هذا اللي نبغاه. هذه في اللور حقها تلعب فار ازرق تروح تساعد الهلال. حلوه حلوه. وانضغط في غيابك تسمع بعدين يا كنوي يا اتحاد يا متخلف. انضغط. عليكم السلام يا ميرة. شكرا على الطبقة الثالثة. يا اهلا وسهلا. يلا حي. بسم الله يا شيخ. بسم الله على غرفة البار. روح نحسب بلنتي. روفج جيل جيل سوي كذا وداش. انا البداية هذه كلها لعبها. بسم الله. لا وقفت عند حد معين قلت بكمله في بث عشان مع بعض عشان مع بعض نختار اللعبة. لاني ما ابغى اكون اناني واختار لعبة تعجبني بس ما تعجبكم. لا لازم يشوفونها معي. اذا عجبتهم لعبنا. ما عجبتهم مستحيل انا العبها. مستحيل اجيهم البث الجاي باللعبة كاملة. هذا لا يمكن ان يحدث. بطريق يمين. هذا ما اتذكر الا اتذكر كاريوس بي. ذا تقدر طبعا تكسر كرام. ما ادري ليش انا اقول لكم الشيء بس انا تقدر. كان في طريق سري تترجع له. شو هذا؟ ما ادري شو اظن تشيك بوينت. هذا اتوقع اني ما اخذته. بسم الله. اصبر في دبل جمب. هذا شو سوى هذا المكان؟ ما اذكره. عموما اسحب عليه. عجبتنا غير خلاص اللعبة ما تجيكم بيض. وش اللعبة بس؟ أي واحدة بالضبط؟ سوي عريضة. لا هذه ما لها دخل بالعريضات. هذه أنا بكملها بكملها. اصبر أنت وقف في البداية. ما شفت الإبداع اللي بيجي بعدين. صدق أنا ما أتذكر أي إبداع بس كله ثقة بالمطور. كذا كذا ترجع. وش فيني انا غطيت عليكم؟ ما تشوف جات خلاص. بالله اوف 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 يا ميوزك روك. يا ذس ميوزك روك. ميوزك روك. يا ذس ميوزك روك. اشو جاب؟ طيب يا ذس ميوزك روك. سو هيل سو هيل ميوزك روك. ما عندي اتجاه بالداش صح؟ IMD وغالى ability هذه. خزان توي أقرأ كلام كأنها أصلا قبل شوي فتحناها في البث. تحت الحالة الصدق. بعدين بعدين 2x نفس النقطة. يعني يعني نجيب الability ونرجع. أساسي يقول لك كذا. هذه شفت البونس. بس هذا اللي نحتاج نسوي. طنق طنق. شفت كيف اخ؟ والله اني فنان قارئ مشهد. انفع اكون مطور. شكرا يا لولي مونكيز. انا 18 شهر. مش احسن شهر من 18 شهر حقتك؟ شلون عديها؟ نعديها. اصبر من فوق. بالله اصبر اصبر اصبر. في طريق سري فوق. اصبر يا هزاي. عملتها يا برو. طيب خلنا نرجع الطريق اللي ما كان يدخلني. جيت يا مطور باك. بسم الله. اصبر اصبر اصبر. على طاري ذا خلنا نجهزها من الحين.
بينالتي فار ريال مدريد. الموضوع في فار قطاح ولا مات الفار ولا شيء شغلنا شو واحد اثنين مش تبغى يبغى اثنين يبغى وزن ما نجيب له من ذا اوكي تلعب باثنين طيب الفار تحتي زيه لا قرت اتوقع انه بتصير تبدل بينهم اوف يا بتسكر يا ساتر يا ساتر جامد اللعبة هذه من العاب الزمن الجميل اللي كنا نلعبها مع بعض 2021 و2020 22 انت الطويل خذ ما يمدي يا لا نططية دائما ابهركم اكتشافاتي ولا بالله من بيجيب لك اللعبة هذه لازم نجيب الفار صح هذه تسوى بينه وبين الفار اوكي عرفنا يا لازم الحين بالفار افك الطريق لا تقييمكم يوم فهمتوا اللعبة يا الحين انا اكاد ادعي واجزم انكم مستمتعين بس ممكن كبرياء يمنعكم من الاعتراف بس فعليا اللعبة صارت حلوة طيب يسار يمين هذا يسار يطير على فوق بعدين طيب راح انت ثقيل طيب اذا رحت تقدر تبدل وانت في الهواء ليش السهم يجي على اللي بالله عليكم السلام عكس واسماعيل ايش بكم سوا يا زي فهمت يا برو جرب الالعاب قبل تبث نعم بس ما جربت عادل لين هذا الحد شكرا يا منصي كيف كان وش احسن شهر من 33 شلون افصلهم اوكي عرفت بس بس بابا بابا فك خلاص علق شو طيب خليك يمين والله لا ارجع يعني. لا يمين السلام عليكم وبركاته طبعا كالعادة الاشياء انا زي بداية كل لعبة ما ادري ايش فائدتها بس لازم اجمع ما ادري بتصير مفيدة ارجع ارجع اي شيء ياس صار حلو الوضع يوم الشبكة طيب وش عندنا هنا واحد وخر هذا وش طيب لا اصبر اصبر الولد الولد نص اليوم ان شاء الله اكيد اتوقع بسلك لكم ساعة ولا نص ساعة يا حبيبي ساعة ونص كاملة اوه سامحيك بالربع ساعة تقدر تقول لا 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 تجيكم كان مصدقني ما من تعب ابد سهلات ما ده الالعاب قيمك جودة الحياة بالرياض حلوة شوف انا ما اطلع بس الرياض صايرة حلوة يعني. بس لا تروح بالاوقات اللي يطلعون فيها الناس بما انك عاطش بعطيك الاوقات السرية يعني استغلها مرة كل خمسة شهور اطلع صبحية سبت زي اليوم كل شيء هادي وفاضي ما في احد واطلع باخر الليل ليلة مدارس واختبارات ياه ازاي عملتها يا برو ثلاثة في ثالث بنجيبه اها طلعهم كله لا صدقني اهون
صبحية سبت جمعة، بس الجمعة ما في شيء فاتح يعني، بس إذا بتتمشى يعني الجمعة تنفع الصبح، أو زي ما قلت آخر الليل وقت دوامات. طبعا بتشوف ناس، والطبيعي إنك بتشوف ناس، بس مو بزي الأوقات الثانية. ولا قعدت في بيتكم زي في ثالث؟ أتوقع الثالث قبل ترجع. أتوقع أنا بصير ما أدري كل حكم كله. ما تفضل حالك ما حد. هو هذه المشكلة، على حسب أنت طالع تتمشى ولا طالع المحلات. خبرة 30، نعم 30 سنة، 29 منها في البيت. الدولة السويسرية الجاية طويل العمر، باقي عليها شهر أسبوع وبتجيك جولة على أعلى طراز بإذن الله. شو نروح فوق الحين؟ عند السبوك الجديد ويعصب بعد القرد. اصبر اصبر ربع صح. آه. طيب وبعدين السفرة الجاية غير لنا شوية، طفشنا من ربع ودينا مكان ثاني. بعد ما حجزت سكن، حجزت فندق، وحجزت طيران، وحجزت شوي بحجز سيارة، جاي يقول غير، عطني 20,000 وغير لك، ابشر. ما طلب شيء. يوم وطني، يوم تأسيس، يوم علم، مضجز بيتك. هذه نعم، هذه قبلها بأسبوع وبعدها بأسبوع قيت في بيتكم، لا تطلع لا آخر ليل ولا غيره. ترى الكيكي، أوه بالله تبغون أكل؟ عليكم السلام، خبندر بعد من هناك، وش رأيك؟ وش أطلب أكل شايب؟ كم معك؟ ويعتمد، بس شوف بغض النظر بتقول معك 10 ولا معك 200، بقول لك كبدة ما تفرق، بس أنا أسألك عشان تطول السالفة. 60 كبدة. كم عدد، كم عددكم اللي جربتوا كبدة سادة بدون شيء زي حالاتي؟ يمكن أتوقع أنهم في العالم 3 بس. شلون جيب واحد الكبير؟ شلون أجيبه؟ لازم أكسر الداء. شلون ما ينكسر؟ لا نية فلة سادة سادة، نعم يعني أقصد بدون بصل طبعا، بس بهارات يعني عادي نحط طعم. لا نية، ما أقصد نية مطبوخة عادي، بس أقصد بدون الكشنة حقتها. يا إزاي عملتها يا برو؟ ها اصبر اصبر. عشان أبدل دائرة، دائرة تجي هنا وتنزل أجيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين لازم اثنين هنا، وفي الثالث، الثالث بسم الله. كبده سادة والله غلطان اخذ ذوقك انت، يعني ما استوعبت انك غلطان انك تاخذ ذوقي الا بعد ما سألت وجاوبتك، المفروض انت عارف من قبل. عليكم السلام، باقي 10 دقائق. لا الحين دامك جيت، ليه 10 دقائق؟ قالك بننتظر 10 دقائق. نية جون سادة بدون الأملاك. نية عليكم السلام، أكل سادة. أنا الشهور ما أكلها سادة، تفهم يا أبو حرش؟ أنا ما أكل شهور ما سادة، بس أنك تفهم. وكل ما قللت الخرابيط، شوف هذه يعني عقلية تبنتها الرأسمالية ونشرتها هنا عبر الثقافات والأجيال اللي راحت، إن كل ما كثرت الأشياء كل ما دفعت فلوس أكثر. وهذا اللي يبغاك، يبغاك عرفت الفار اللي يدور بقزازة؟ ما أدري كان تعرف شيء زي كذا، واللي يقعد يدور يدور لين يموت. يبغاك زي كذا تقعد تدفع 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 و... يا وشو ذا؟ هذا الثالث. طرط طرط، دام جبنا الثالث خلنا نحفظ ونطلع. أنا أطلع أصلاً، يبغانك زي كذا، بس أنت ما عليك منهم، خلك يا للسادة في كل شيء. اشرب مويه سادة، بيبسي سادة، شاورما سادة، برجر سادة، كل شيء. بسم الله خلصنا، خلصنا البث السادة. والله البث اللي فعلا سادة، ما في ولا لعبة صاحية يعني، حتى اللعبة الكويسة ما طولنا فيها حقت المنظور. بس جايينكم بكرة إن شاء الله بنصل للصيغة المناسبة. هو ترى الاتفاق باقي عليه رتوش وتفاصيل بسيطة على السعر، سعر الكستم اللي سواه عسيري، بنحاول نحل الخلاف بيني وبينه. خل خزانك يولي، أنا بكمل سايلنت هيل بكرة، بس إن رافع علي السعر عسيري. إذا وصلنا صيغة مناسبة بكرة في نفس الموعد كملنا شو اسمه ذا هذا بعدين.
أشوفكم وقتها. نشكر لكم جميع نشكر لكم جميعا لا مو بجميع نشكر لكم حسن الإنصات والمتابعة جميعا. وأشوفكم على خير البث الجاي بكرة إن شاء الله نفس الموعد إذا قدرت أو بعده. اللقاء لا يرى بار بشوفها يوتيوب بعدين بشوف هذا ولا لا. اللقاء